السلام عليكم، مرحبا فيكم في فيديو جديد من تختيم لعبة Elden Ring. في الفيديو اللي راح انا سويت اشياء خفيفة، قتلت كم باص يعني جانبيين، رحت كهف وكاتاكومز، بس يعني اشياء خفيفة. واليوم ان شاء الله بنكمل ونشوف وش عندنا في اللعبة. لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. يلا خلونا نكمل Elden Ring. طبعا في الفيديو اللي راح جيت هنا بس تركته، ما كملت استكشاف هذا من تحت هنا، فالحين بنشوف ويش فيه هنا. طبعا لحد الان انا قاتلت باصين رئيسيين فقط، واللي سمعته وعرفه انه في 10، فيعني توني انا في البداية، في بداية الاضافة، باقي لي مشوار 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 باقي لي. انا اللي قتلتهم. اوه يمدينا نروح هنا، خلينا نروح هنا نشوف اذا في سر او ايتم. اللي قتلتهم هو الاسد وريلانا، توأم رينالا الساحرة الموجودة في رايا لوكاريا. طبعا ما فرق بينهم، رينالا سهلة جدا، ريلانا لو عندها فيز ثاني انا بقول انها اصعب من ميلينيا، بس لان عندها فيز واحد بس فهي تظل اسهل من ميلينيا. لو عندها فيز ثاني كان 100% بتكون اصعب. قيل لي ذات مرة ان بامكان التابوت اخذ الراقد الداخلي الى رحلة لطيفة الى الحديقة ذات الازهار الرجوانية الغامقة الناعمة، وهي الجمال النوم في نعيم مثل هذا. وين هو التابوت؟ اوه هذه منطقة جديدة شكلها، الورود الزرقاء، الساحل اللازوردي. طفل ذو قرن. السر وراء التابو مال الشلال. هلا والله. طلسم السلحف ذو الرأسين. اوه اكتشفنا كهف مصب النهر. واحد ضخم. ليش كل باص دمه مرة قوي، عنده دم وما يتأثر بسهولة. حركات موت.
نايس. اوكي استدعاء. اوكي خلينا نقتل هذا ما دام اننا موجودين، ما لي داعي اخليه. اوه هذا غير يسوي اشياء غير. اوه اوه أخيراً. نمت. أهم شيء الخريطة، أنا أبغى خريطة. اللي ما أحب إني ما أشوف وين رايح. خلونا نروح ناخذ الخريطة. المكان جميل بشكل مو طبيعي. طبعاً شفناه هذا في التريلر، المكان من قبل. تنين ثاني. اوكي قتلت واحد من قبل. اوكي بترك الحين اجلك مرة ثانية. اوكي نفتح الخريطة. لحظة المكان تعق. اوه هذه الخريطة. اوه ماي جاد الخريطة معقدة مرة. اوكي هذا المكان شفناه زي الاصابع، شي غريب. وهذا صليب جديد. ما في احد هنا؟ ما في اي ام بي سي؟ اترك الشك والتردد هنا. اوكي الفيديو الجاي ان شاء الله بخلي بس لهذه المنطقه لانها مو كبيره صراحه، فيمدينا نستكشف كل شيء فيها ونقاتل الباص اذا في باص اخير، واغلب شيء الباص بيكون هنا كانه مو بعيد. اوكي وصلنا الى نهايه الفيديو، لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، وان شاء الله بشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامه. هذه نهايه سعيده. مع السلامه.